السمعة تماما في إذاعة المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرة. في بعثة الوساطة الإسلامية لحل النزاع بين العراق وإيران. سمو ولي عهد اليابان يبدأ غدا زيارة رسمية للمملكة. طيران العدو الإسرائيلي الحربي يحلق على علو منخفض في جنوب لبنان. المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يتخذ عددا من التوصيات. كوبا تقوم بإرسال المزيد من المعدات العسكرية لثوار اليسار. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة ونشرة الأحوال الجوية. تفصيل الأنباء: بدأت في جدة مساء اليوم اجتماعات لجنة الوساطة الإسلامية لحل النزاع بين العراق وإيران التي شكلها مؤتمر القمة الإسلامية الثالث، وقد اشترك في الاجتماع كل من فخامة الرئيس أحمد سكرتوري رئيس جمهورية غينيا، وفخامة الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق، وفخامة الرئيس الغامبي داود جوارا، وفخامة الرئيس ضياء الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش، والسيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسيد بولنت أوروسو رئيس وزراء تركيا، والسيد الحبيب الشرقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتركو أحمد رضا الدين وزير خارجية ماليزيا، والسيد مصطفى السيسي سفير السنغال لدى المملكة. غادر سمو ولي عهد اليابان كيهيتو طوكيو اليوم متوجها إلى تايلاند في طريقه إلى المملكة، وسيصل ولي عهد اليابان إلى الرياض عصر غد في زيارة رسمية للمملكة تستغرق 3 أيام.